طالبة شغالة من معهد ابن سينا. الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل أكرمنا وفتحنا هذا المشروع بالتعاون مع الأستاذ عبد الودود شيخ وسوف، وكان الهدف الرئيسي هو تغطية حاجات السوريين من تعليم التومر، تعليم اللغة التركية، بالإضافة إلى تعليم المناهج. أضف إلى ذلك موضوع اليوز اللي هو اختبار القبول الجامعي للدخول إلى الجامعات، بالإضافة إلى موضوع اللغة الإنجليزية والتعليم المفتوح وغير ذلك. والحمد لله رب العالمين حققنا نتائج كثير منيحة، يعني بعدد الطلاب ربما وصل إلى أكثر من 150 طالب على فترات يعني متنوعة، في عدد منيح من الطلاب، أكثر من 150 طالب أيضا حصلوا على شهادات التومر ودخلوا الجامعات. بالإضافة إلى موضوع المناهج التركية ومساعدة الطلاب في يعني تخطي حاجز اللغة التركية اللي عم يعانوا منه في المدارس التركية. أنا اسمي خليل إسماعيل، أنا مصري مقيم تركيا حوالي 10 سنين، الحمد لله بروحكم صارت تركيتي كتير منيحة، فالله بدي أتجه عند الأستاذ الحكي عم بحكي. كويس. İbn Sina dil kursu Türk Dili Edebiyat öğretmeniyim. Şu anda içinde bulunduğumuz sınıf 10. sınıf. Üstad Ahmed müderris Mahad İbn Sina kursu var. Bir ders edebiyat sınıf 10. 10. sınıf öğrencilerimizde Türk Dili Edebiyatını okula destek amaçlı, takviye amaçlı ders anlatıyoruz. Fla abucuğum sen üstad Fehmon sen medrese sen sur ava bil medrese. Hem okuldaki müfredatın aynısını hem de burada soru çözerek öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Abi şehir dersi abi mesaj şehir abi medrese, yani kum fehmeni dersi fehme on asili abi listes. Okul müfredatının yanında takviye olarak soru çözümleriyle de devam ediyoruz. Abi hallo ziyade asile, andı listes abartıyorum yani ziyade şey. Özellikle Suriyeli öğrencilerimizin yani Arap öğrencilerimizin Türkçe konusunda çok zorlandıklarına hepimiz şahidiz. Kemal yani طلاب سوري عندهم كثير ضعف اللغه التركيه فالاستاذ عم بيساعدهم عشان يتقوي اللغه التركيه للطلاب. Özellikle de Türk dili edebiyat dersi, coğrafya dersi, tarih dersi öğrenciler için birer kabus. والتاريخ والجغرافيا والتركي من أكثر مواد عم بيشرحوا فيها الطلاب. O yüzden İbn Sina kursu olarak bunları öğrencilerimize anlatarak bir nebze de olsa onların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Ben Mehmet İbn Sina, نحاول نقوي الطلاب مشان ينجحوا بالمواد. Siz değerli velilerimizden içiniz müstarih olsun. Bütün öğrencilerimizi İbn Sina dil kursuna bekliyoruz. Umutlarım ki bütün طلاب يجوا معهد İbn Sina. Ve disiplin olarak idarenin bu konuda kesinlikle tavizde yok. Bu da başarının temelidir. Akid idarede tadil طلاب كمان عشان الدراسه. Teşekkür ederim. İsmim Ahmet Yusuf, ben müderris alim al-ahya ve medrese fen fi mahad İbn Sina. Tabii mahad İbn Sina min al-ma'ahid al-mutemayyize fi Antep. Wana ثلاث اربع سنين مشتغل مع الاداره. والإدارة متعاونة جداً والطلاب يعني نخبط الطلاب عنا إن شاء الله في ابن سينا، ونحن هنا نتبع كثير وسائل في التعليم، من عنا أدوات التعليم إن شاء الله من البروجيكتور، الأجهزة، اللابتوبات، المراجع، الكتب، الكتب الإضافية، المواد التدريبية كلها موجودة إن شاء الله، وهذا كل الأمر هذا بيساعدنا الطالب يجتاز هذه المرحلة وهو إن شاء الله مرتاح. أول ما جيت على تركيا ما بعرف لا أحكي لا عربي ولا تركي، ويعني وتركيتي كانت كثير ضعيفة. والحمد لله بعد ما لقيت المعهد ابن سينا دخلت عليه وصارت علاماتي احسن بالمدرسه وصرت اعرف احكي تركي، سجلت دوره تومر وصرت روح وارجع اربع مرات عشان لحق التركي والليجاسي. وانا جيت بموعد الليجاسي وما كنت بعرف اي شيء ولا لغه تركيه ولا شيء، وسجلت معهدين يعني معهد تومر هو بنفس ابن سينا في عندهم معهد تومر والليجاسي. ايه والحمد لله الشرح كثير كويس والاساتذه كثير كويسين يعني كثير كويس والعلامات الحمد لله ارتفعت. أول شيء جبت كتير علامات عالية بالمدرسة، يعني مقارنة بالسنوات الماضية كتير جبت علامات عالية. حبيت الشرح كتير لأنه في بالعربي وبالتركي موضوع ما بنفهمه مثلا بالأونلاين، يعني هون لما رجعنا على المعهد كمان في أساتذة رجعوا عادونا المنهاج، يعني صار أحسن هون، يعني صرت افهم الدروس اكثر، صرت استوعب شو هذا الدرس، فرحت بالمدرسه كمان حليت يعني
صارت درجات كثير عالية من المعهد، مع انه من اول سنة، اول سنة هون بسجل. هلا الصراحة أول شغلة طلبت ثبوتيات، يعني بالنسبة لصاحب العمل بده يكون موجود إنه يكون معه يحمل الجنسية التركية، والحمد لله رب العالمين الله أكرمنا فيه بال 2018. بالإضافة إلى موضوع الشهادات، بالإضافة إلى شروط البناء، شروط العقار، يعني اليوم اللي بده يفتح مشروع تعليمي بده يتعامل مع 9 جهات موجودة، سواء مع التربية ومع الصحة ومع الإطفائية مع البلدية مع يعني عدة جهات اللي بدها تحقق كل الشروط، شروط البناء، شروط التهوية، شروط يعني كامل شروط تقارير الزلازل والإطفائية، يعني قصص كثير يعني بالنسبة لي. والحمد لله رب العالمين نحن حققنا كامل الشروط وحصلنا على ترخيص بفضل الله سبحانه وتعالى. مرحبا، اسمي حسن سأباني، أنا طالب بالصف التاسع ابن سينا بمعهد ابن سينا. مسجل هون 3 كورسات، وصراحة يعني كورسات مناح يعني بصراحة. الإدارة شغل بروفيشنال يعني. عليكم، أنا سدرة الحموي صف تاسع، صار لي 3 سنين بمعهد ابن سينا، وأنا بصراحة كثير مبسوطة من أساتذته ومن مدرائه وحضراني كل شيء بابن سينا، يعني من دورات لاجتماعات لشغلات، وصراحة كثير مبسوطة. بالنسبة للصف التاسع يعني أساتذته صراحة يعني كثير 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 بجننوا، من أستاذ الرياضيات لأستاذ الكيمياء لأستاذ الفيزياء، كثير منظمين، حتى أنه الواحد إذا اعترض على دوام أو ساعة أو كذا يعني فوراً بيتدخلوا بيحاولوا أنه يساعدوا الطالب. هلأ الصراحة بالبداية موضوع اللغة التركية كان مهم جداً، لكن الحقيقة الحكومة التركية قدمت كثير يعني قدمت تسهيلات خلينا نقول بالنسبة للطلاب السوريين أو بالنسبة لأصحاب المشاريع في تركيا. هلأ بالنسبة إن نحن طبعا صعوبة الترخيص طالبين شروط كثير، لكن الحقيقة خلينا نقول إنه الحكومة التركية بتتعامل مع الأوراق بشكل أساسي، يعني بغض النظر عن الجنسية أو بغض النظر عن الشخص طبعا. فاللي بيؤدي الشروط بشكل كامل بيمنحوه الترخيص بشكل يسير جدا، يعني هذا اللي شفناه. احنا هون بمعهد ابن سينا وهذا هو فين معهد، احنا بنلبي رغبات الطلاب بشكل عام بحيث انه الطالب ما يطلع لبرا على الشارع، ممكن تكون سياره معديه، ممكن يكون في يعني مشكله برا، فبنحاول قدر الامكان الطالب يكون هون ضمن المعهد ونلبي له احتياجاته من الأكلات من الشرب وأسعار مناسبة وشيء على طلب الطلاب، وقدر الإمكان يعني منحاول إنه تكون المعاملة للطالب بشكل جيد، من حاول كمان بنفس الوقت إنه يعني راضي يشتري الطالب شغلة، يعني إذا حسنت أوجهه بكلمة، حسنت أوجهه بمعلومة ما كمان ما بقصر عليه. بالأخير أولاد هن أولادنا، البنات هن بناتنا، والأولاد هن أولادنا، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. السلام عليكم، أنا يزن الأحمد، جاي من سوريا، صلي 5 سنين بتركيا. أنا حالياً عم أدرس صف تامن شهادة ليجاسي بمعهد ابن سينا، والحمد لله الأساتذة جداً جداً ممنون منهم، والشرح يعني بفهم جداً. أنا ما كنت أعرف أحكي تركي، فبفضل بعد فضل الأساتذة طبعاً تعلمت اني احكي تركي، وصرت احسن بالدروس، وعلاماتي ارتفعت بعد ما سجلت بمعهد ابن سينا، صار فرق كثير كبير طبعا بعد ما سجلت بهالمعهد، وشكرا للاساتذه كثير. ايوه هون عندنا هي القاعه الثالثه، هلا عندنا صف السابع، تفضل اذا كان حبيت. الانسه سما هون يعني هي مدرسه تركيه يعني تماما. ايوه مرحبا وجاها تشكرا جدا مين سيكس نفرني مثلا هو كورو وانا مصر الفيديو هاش شيء çok güzel harika öğrencilerimiz çok iyi dersler çok güzel geçiyor. Abi teşekkür ederim tamam. هلأ بالنسبة للأقساط الشهرية اللي بناخدها هي نفس يعني الأقساط اللي بياخدوها المعاهد التركية الصراحة، يعني هو شيء يتناسب مع إيش، مع الدخل السوريين الموجودين في مدينة غازيانتاب. هلا اذا بدنا نعمل مقارنه بين المعاهد الموجوده، المعاهد السوريه والمعاهد التركيه، نحن بناخذ تقريبا نصف من المعاهد التركيه،
علما انه الترتيبات الترخيص والسيكورتا والضرائب هي نفسها يعني، لكن الامور الحمد لله ماشي. والله انا اول سنه هي بالنسبه لي بالمعهد، الحمد لله مرتاح كثير، التنظيم جيد والاداره جيده والطلاب منيحين كثير، وان شاء الله هيك يعني كل سنه بتكون افضل من اللي قبلها ان شاء الله. ثلاث سنين بابن سينا تقريبا، والحمد لله الوضع كثير منيح، يعني التعامل مع الطلاب ولا التعامل مع الاداره الحمد لله ما في حدا مقصر ابدا. طيب هاي الغرفه عاده استخدموها الطلاب اجل الصلاه او للاجتماعات او للاستراحه يعني. المعهد هون اللي بميزه الامور التنظيميه، الامور التنظيميه هون بالمعهد ممتازه يعني عاليه المستوى، الاساتذه الطلاب الحضور الالتزام، هذا بميز معهدنا عن غير معهد صراحه. هلا الصراحة من خلال العمل الموجود هون في عدد كثير كبير من الطلاب السوريين يحتاجون إلى التعليم اللغة التركية ويحتاجون إلى المناهج، وما في جهات عم تغطي هذا بشكل عام الصراحة. يعني المنظمات اللي عم يعني متوكلة بهذا الموضوع أو خلينا نقول اللي عم تاخذ هالمشاريع هاي ما عم تحقق الهدف الموجود، سواء كان اليونيسف أو الإيهاها أو باقي المنظمات المعنية بهذا الأمر. الصراحة هناك فجوة كبيرة جدا، ويحتاج الطلاب السوريين يحتاجون إلى هذا الأمر، يحتاجون إلى يعني من يأخذ بيدهم إلى موضوع التعليم.